حق في التعبير وحق الشخص انه يعطي الفكره نتاعو ولا الاراء نتاعو بغير خوف او اي ترهيب او اي تهديد لسلامته الجسديه والمعنويه. انا كيف نحب شكون يحترم رايي ويحترم معتقداتي وديني وافكاري، كذلك يلزمني انا كذلك يلزمني نعترف بالاخر ونعترف بدينه وحريته بمعتقداته وحتى بهبلاته كما يقولوا، حتى بالحاجات اللي نعتبروها مش عاديه. نجم انا بجمله او بحوار بسيط نوصل المعلومات اللي انا نحب نوصلها ونطلب حقي ونعطي حق الاخر. المشكله نتاعنا حاليا انه فما تضارب ما بين القانون نتاعنا، القانون التونسي المجله الجزائيه والدستور اللي عندنا، دونك فما تضارب ما بيناتهم الزوج. عندنا قوانين معناها تمنع وتجرم الكينونه نتاع بعض الفئات، وهوني نحكي على بعض الاقليات نجم نسمي منهم الاقليات الجنسيه. طبيعي ان نكونوا مختلفين، اما هذا ما يمنعناش باش نعيشوا مع بعضنا الكل. جو بونس كي فون بارلي او زانفون دابور، باش نبداو بالوليدات الصغار، على خاطر كيما كنا نشوفوا توا كنا نسمعوا ونشوفوا كل يوم، اللي الكبار ولينا صعاب شويه في المفاهيم هذه، وكل واحد معناتها ما يحبش لا يبدل ولا يتزحزح من بقعته في مفهوم كسوا لي دوا دو لوم ولا لا ديفيرسيتي ولا هذه حقوق انسان، حقوق كونيه. نتصور اللي البروجي نتاع تونس الكل ماشي لها اليوم، ويلزمنا نبداو نحكيو عليها، أم نحكيو عليها بكل صراحة، من غير ما نخبيو الكلمة، من غير ما نخبيوها اليوم باش نجبدوها غدوة. نجمو نقعدوا على طاولة واحدة، نجمو نعملوا حوار أوتور دو سا، أما يفو لو فيغ بكل شفافية وكل صدق. فيما يتعلق بقضية التعددية والتنوع في وسائط الإعلام، أود أن أنسب هذا الأمر إلى قضايا حقوق الإنسان. مبدأ التعددية والتنوع هو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، وتكفله جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. فمن حيث المبدأ يجب أن يكون المجتمع متعدداً ومتنوعاً، وأن نحفظ حق كل طرف في أن يعبر عن حقوقه وعن توجهاته بمطلق الحرية، دون أن يمس بحقوق وحريات الآخرين، باعتبار أنها ترتبط بمسألة الخصوصية وترتبط بمسألة قبول التنوع، باعتبار أن المجتمع يقوم فكرته على التنوع وليس النمطية أو الاتجاه أو الشكل أو البنية الواحدة. المجتمع بالضرورة هو حركي ديناميكي ويتميز بالتنوع والاختلافات، والسؤال يطرح إلى أي مدى اليوم وسائل الإعلام قادرة على الأخذ بعين الاعتبار هذا التنوع في المجتمع لتقديم مضامين إعلامية تراعي هذه التنوع والاختلاف في المجتمع، لأنه هذا أمر ضروري. أولاً لأنه الإعلام من مهامه هو الأخذ بعين الاعتبار ومراعاة التنوع والاختلاف في المجتمع، وأيضاً من باب الحرفية للإعلامي أنه هو يكون قادر على مراعاة هذا التنوع اللي يميز كل المجتمعات. الاختلاف والتنوع يستوجب الكثير من الحرفية، من الثقافة العامة للإعلاميين. الإعلام من أدوار الأساسية متاعه أنه يعكس هذا التنوع، إن كانت في الصور، في المضامين، في المعالجات، وهو ينجم يساهم في خلق مجتمع أكثر قبول للآخر، لأنه اختلاف الآخر يمر أيضا بمعرفة الآخر. سمحونا في هذا الفضاء أن نطرح مشكلة أساسية، اللي هي مشكلة التعديل والتعديل الذاتي واحترام حقوق الإنسان في وسائل الإعلام، واللي نشتغل عليها تو منذ سنين، وهي يظهر لي حاجة إيجابية جدا أن نشوف اليوم التراكمات اللي نظمنا من أجلها منذ سنوات، اليوم في المنتدى هذا هي حوصلة للعمل هذا الكل. الإعلام زاد يلعب دور كبير في حماية الحق في التعبير، لكن المشكلة هنا دونك نرجعوا لا ريغولاسيون والأوتور ريغولاسيون، اللي هي نقطة محورية في الموضوع هذا، ولازم يكون عليها ارتكاز كبير، خاطر الناس العاملين في الميدان الإعلامي دونك لازم يكون فما إطار قانوني أو إطار قيمي، دونك اون إيتيك، يكون فما دونك اون شارت إيتيك
ولا شغل دي فالور دونك بالنسبه للمهنيين في الميدان هذا دونك الصحفيين بكل انواعهم. التعديل هو من مهام الهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي والبصري فيما يهم بطبيعه الاعلام السمعي والبصري. الهيئه المطلوب منها هو اعداد مثلا كراسات الشروط بالنسبه للاذاعات والتلفزيونات، هو اعطاء التراخيص، هو ايضا مراقبه البرامج الاذاعيه والتلفزيونيه، واذا لزم معناتها تسليط عقوبات في صوره ثم مخالفات معناها كبيره. ولكن دورها الاساسي هو دور تحسيسي، دور بيداغوجي، خاصة في المرحلة الأولى هذه مرحلة الانتقال الديمقراطي. التعديل الذاتي هو أنه أصحاب المهنة هما اللي يعدلوا رواحهم برواحهم، يعني يحترموا ميثاق المهنة، الميثاق الصحفي والمجلس مجلس الصحافة، يولي هو المشرف على كل ما هو خروقات، كل ما هو أخلاقيات المهنة، من غير ما توصل المشاكل إما للهيئة أو للقضاء.